كثيرون كانوا يقولون إذا انتخب الدكتور محمد مرسي رئيسا أو إذا شارك حزب الحرية والعدالة حكومة السياحة ستتعصب، وأنا أقول نعم ستتعصب، ستنطلق بعون الله إلى آفاق لم نراها من قبل إن شاء الله. إذا كان يأتي لنا اليوم 12 مليون سائح أو 14 مليون سائح، أن نصل إلى 20 مليون ليس ببعيد، ممكن إن شاء الله، وبالحساب وبالتخطيط وبالأرقام. لسنا أقل من تركيا ولسنا أقل من أسبانيا. مصر التي تملك طبقات التاريخ ومهد الأديان لا يمكن أن يكون هذا حالها بالنسبة لقطاع السياحة. لدينا كل أنواع السياحة الممكنة، الثقافية والأثرية والتاريخية والبيئية، صحارى مصر المختلفة، كل هذه الطبقات وكل هذا التاريخ. ولكن تعالوا نشوف الهيكل بتاع السياحة في مصر. مصر اللي يقال عن فيها تلت أثار العالم، مش بتكلم على تلت أثار العالم كم بس، لا بتكلم على كم ونوع. تعرفين نصيب مصر من السياحة الثقافية قد إيه؟ السياحة الثقافية والتاريخية بأنواعها كلها 15%. مصر التاريخ 15% من سياحتها سياحة ثقافية و85% سياحة ترفيهية. السياحة الترفيهية أهلا وسهلا، ده اتجاه عالمي مفيش خلاف عليه، ولكن أن يكون مصر بتراثها العريق نصيبها فقط 15% سياحة ثقافية؟ ألسنا قادرين على تنويع المنتج السياحي إلى آفاق واسعة إذا قوينا السياحة الثقافية؟ مشروع النهضة أن تصبح مصر محور أو نقطة محورية، هب أساسي لحركة النقل العالمي بغض النظر عن السياحة يعني. ليس فقط أن تكون لدينا مطارات محورية هي الباب لأفريقيا، هي الباب للشرق، المنطقة للعالم العربي، هي الباب للمغرب العربي، وأن نكون نحن قائدين. إحنا ما نسوقش على 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 الأردن، إحنا اللي نسوق للمنطقة ونسوق لتنزانيا ونسوق لكينيا. هذا المشروع الخاص به ان احنا نكون منطقة محورية في العالم ككل، مرتبط ب، بتكلم هنا على وسائل النقل البري، طريق الساحل افريقيا، على النقل بالسكة الحديد والتطوير بتاعه، على النقل الجوي في وقت، والموضوع بتاع قناة السويس يحتمل ان يكون هناك مطار في شكل تفريعة. المرتكز الاساسي هنا هو مشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز لوجستي عالمي.